أهلا بكم مشاهدينا إلى حصاد ظاهرة اليوم، والبداية بأبرز العناوين. حمروش يخرج عن صمته ويؤكد أن رئاسيات 17 أفريل منعرج حاسم في تاريخ الجزائر. معالم رئاسيات 17 أفريل القادم تتضح مع إعلان مختلف الأطراف مواقفها، والتنظيمات الطلابية تدخل معترك الرئاسيات. اختناق الطرقات واقع مر يعاني منه المواطنون، ووزارة النقل توفر نقلا بالمجان في أيام العطل للتخفيف منه. وفي الحصاد تتابعون، صناعة الحلي التقليدية تعرف إهمالا كبيرا بسبب ما تتطلبه من وقت كبير لإنجازها. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. قال رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش في أول خرجة إعلامية له منذ سنوات أن الجزائر تعيش محطات دقيقة تحدد مآلها الآني وتحسم سيرورتها المستقبلية، سواء ترشح رئيس الجمهورية أم لم يترشح. وقال حمروش أن الجزائر تستقبل هذه المحطات في كنف الانسجام والطمأنينة والانضباط القانوني والهدوء الاجتماعي، ومن الضروري الحفاظ على مصالح مختلف المجموعات والمناطق والأقليات وصيانتها والحفاظ على الأمن وتعزيز الإنجازات وتصحيح الاختلالات. كما تبنى حمروش نفس خطاب رئيس الجمهورية المدعم للمؤسسة العسكرية، ودعا حمروش إلى ضرورة الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية التي كانت وراء استعادة هويتنا الجزائرية ومشروعنا الوطني. اتضحت معالم الخارطة السياسية مع اقتراب موعد استحقاقات أفريل القادم، بعد أن أعلنت عدة تشكيلات سياسية ووجوه تكنوقراطية عن مواقفها إزاء الرئاسيات القادمة. المزيد في سياق تقرير هشام بن عودة. بعد أن أفرزت الساحة السياسية ما لا يقل عن 100 مرشح لرئاسية 2014 بين أسماء تكنوقراطية وأخرى متحزبة، تباينت مواقف الطبقة السياسية إزاء آلية المشاركة. ففي انتظار خروج نزيل المرادي عن صمته يوما بعد يوم، يشهد المعسكر الداعم لعهدة جديدة التحاق عدة تشكيلات سياسية. فبعد الأفلان وتاج ولامبيا والأرندي الذين عبدوا الطريق أمام ولاية رئاسية جديدة لبوتفليقة، جاء الدور على ما يسمى بمجموعة الوفاء والاستقرار المشكلة من 31 تشكيلة سياسية وعشرات المنظمات الجماهيرية التي أعلنت مساندتها لبوتفليقة. بالنسبة للمؤيدين طبيعي، هي الأحزاب التي موجودة في البرلمان وتتمثل في الدرجة الأولى في جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب حزب جديد وهو تاج. موجود اتفاق تقارب بين الأحزاب، ولكن التكتل الحقيقي لم يظهر. التكتل يظهر مباشرة بعد إعلان الرئيس بوتفليقة عن ترشحه لعهدة رابعة. وفي الجهة المقابلة لم تجد أحزاب المعارضة ظالتها عشية هذا الموعد الانتخابي في شاكلة الأحزاب الإسلامية التي أعلنت مقاطعتها لرئاسية أفريل القادم، ومجموعة العشرين التي تفككت قبل تشكلها. خرج كل حزب من الباب الضيق بموقف حيادي ليعلن ترشح رئيس حزبه أو يدعم مرشحا مستقل. المعارضين وهم الأحزاب حتى الآن التي لم تجد نفسها في الساحة السياسية وتبحث عن مرشح، بعضها ذهب إلى بنفليس وبعضها الآن يبحث عن مرشح. بالنسبة للأحزاب التي تطالب بالمقاطعة، هذه الأحزاب أغلبها هي أحزاب إسلامية، طبيعي أن تقاطع ومن حقها، ولكن المقاطعة عادة هي تنجح فقط في الانتخابات البرلمانية. بعض الأحزاب لم تعلن موقفها بعد وتبقى مترقبة لما يحدث في الساحة السياسية، وربطت موقفها من الاستحقاقات القادمة بموقف الرئيس بوتفليقة حتى تتضح لها الرؤى بشأن هذا الموعد. الساحة السياسية في الجزائر الآن منقسمة ما بين مؤيد للعهدة الرابعة وما بين معارض وبين مقاطع. تبقى الأحزاب السياسية في الجزائر تصارع الزمن لقول كلمتها في أكبر موعد انتخابي في البلاد، في حين يضرب الشعب الجزائري موعدا مع تاريخ 17 أفريل ليقرر من سيقود الجزائر. بعد أن تبنت عدة تشكيلات سياسية محسوبة على التيار المعارض خيار المقاطعة في رئاسية 2014، يبدو أن زعمات هذه الأحزاب تسعى لتشكيل جبهة موحدة. المزيد في سياق تقرير مصطفى تونسي. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
غياب زعماء التيار الإسلامي في الجزائر عن سباق رئاسية أفريل 2014 وتبني خيار مقاطعة الاستحقاقات المقبلة والتحاقهم تباعا على غرار حركة مجتمع السلم، حركة النهضة والعدالة والتنمية وما تتجه له حركة الإصلاح وجبهة التغيير وغيره من الأحزاب الأخرى، متخذين موقفهم هذا بدعوى غياب ضمانات النزاهة وغلق اللعبة السياسية. تشكيل جبهة للمقاطعة هو ما سيسعى إليه قادة الأحزاب من خلال عقد لقاءات بين زعامتها والقاعدة الحزبية. لا يوجد نص قانوني يمنع ممارسة المعارضة في إطار قوانين الجمهورية هي عشية انتخابات في هذا الأمر، المقاطعة الإيجابية والسلبية، ونفرق بين المقاطعة الإيجابية والسلبية. المقاطعة السلبية أنك تصدر بيان وتلتزم السكوت أو بيتك، أما المقاطعة الإيجابية وهو أن نصدر موقفنا ومبررات مقاطعتنا إلى الشارع إلى الشعب الجزائري، ونقوم بحملة مضادة للعملية الانتخابية في إطار قوانين الجمهورية في إطار السلمية. ولعل ما أقدم عليه التيار الإسلامي ولأول مرة هو توافق غير مسبوق حول مقاطعة الانتخابات، وهم الذين فشلوا في دخول معترك الرئاسيات بمرشح توافقي. دخلت التنظيمات الطلابية هي الأخرى معترك رئاسيات، أين تشهد المؤسسات والأحياء الجامعية هذه الأيام حربا سياسية من نوع آخر. المزيد في تقرير حسام زوبي. تحولت المنظمات الطلابية إلى أذرع لأحزاب سياسية تستعمل هذه الأخيرة كورقة فعالة في التعبئة السياسية، خاصة خلال المواعيد الانتخابية، وذلك لتفعيل حملاتها والتشهير لبرامجها. فنشاط هذه المنظمات يندرج تحت وصاية سياسية غير معلنة. المترشحين والأحزاب يريدون الاستثمار في المنظمات الطلابية من أجل جلب الوعاء الطلابي الذي يكون خلف هذه التنظيمات الطلابية. احنا كاتحاد العام الطلابي الحر عندنا أدوار سياسية نقوم بها، بداية من توعية الطلبة بضرورة المشاركة القوية في مثل هذه المحطات الانتخابية خدمة للجزائر وخدمة للشعب الجزائري. الولاء الحزبي لهذه المنظمات يظهر جليا في المؤتمرات والمواعيد السياسية كالانتخابات التشريعية والمحلية وكذلك الرئاسية، أين يظهر الطلبة بمعية الحزب الذي ينشطون تحت وصايته. كتنظيم طلابي نرى أن توعية المواطنة لدى المواطن الجزائري تبدأ من نخبة الشباب الجزائري الذي هو داخل الجامعة الجزائرية. الشباب الجزائري وخاصة الطلبة الجزائريين يعني بصفة عامة من الوعي الثقافي والفكري الذي يمتلكونه بمختلف يعني مشاربهم واتجاهاتهم، يجب أن ينضموا ويساندوا ويعملوا بقوة داخل المجتمع الجزائري لترقية حق في المواطنة هو الانتخاب. يبقى التساؤل مطروح عما إذا كانت العلاقة بين المنظمات الطلابية والأحزاب السياسية تخدم مصالح الطالب الجزائري، أم أنها علاقة مصالح بين الأحزاب وقيادي المنظمات. قرر عبد القادر زوخ ولي ولاية العاصمة إعادة برمجة 20,000 وحدة سكنية ضمن صيغة التساهمية الاجتماعي قبل شهر جوان المقبل. وكشفت مصادر ولائية لجريدة النهار عن المواقع التي تحتضن برامج سكنية مجمدة، وهذا ب13 بلدية موجودة بإقليم العاصمة. وتحتوي نسخة اليوم من جريدة النهار أسماء البلديات المعنية بإعادة البرمجة هاته، والتي جاءت بعد الاجتماع الذي عقده مع مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة لمعرفة الأسباب الحقيقية لتجميد هذه البرامج السكنية. كشف الوزير الأول عبد الملك سلال عن إنجاز مستشفيات كبيرة في الولايات الجنوبية، إضافة لفتح كلية لتكوين الأطباء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بغرض استكمال عمليات كبرى للتكفل بصحة المواطن الجزائري، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. جاء هذا على هامش إبرام عقود التوأمة بين المؤسسات الاستشفائية لشمال الوطن والمناطق المعزولة. في إنجاز مستشفيات جامعية في الجنوب، وموازاة مع هذه الإنجازات سنفتح كذلك
مع التعليم العالي كلية لتكوين الأطباء في الهضاب العليا والجنوب، وهكذا نستكمل عملية العملية الكبرى للتكفل بصحة المواطن الجزائري أين كان. وهذا وعد من طرف رئيس الجمهورية، فالوعد اليوم أصبح حقيقة في الميدان. من جهته قال وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف أن عملية التوأم ستمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات صحية جوارية طبية تمحو عناء مشقة التنقل للبحث عن المستشفيات المتخصصة. وستسمح عملية التوأم هذه من تمكين المواطنين القاطنين في ولايات جنوب البلاد والهضاب العليا من الاستفادة بصفة جوارية من خدمات طبية متخصصة في إطار منظم وبصفة دائمة تمحو عناء ومشقة التنقل نحو مستشفيات الشمال في رحلة البحث عن تكفل طبي متخصص على المستوى، وتقضي على هاجس التكفل بالحالات الاستعجالية والمستعجلة. وفي السياق ذاته أعلن عبد الملك بوضياف عن اختيار أسماء الشركات ومكاتب الدراسات التي لها الحق في تجسيد كل المشاريع الخاصة بإنجاز المؤسسات الاستشفائية، وهذا ابتداء من الغد. غدا إن شاء الله سوف نعلن عن اختيار الشركات ومكاتب الدراسات التي نالت يعني الحق في تجسيد هذه المؤسسات الاستشفائية، وهذا استجابة وتنفيذا لأوامر فخامة رئيس الجمهورية اللي أكد على أن تنطلق هذه المؤسسات الاستشفائية بداية السنة سنة 2014. تربويا، تلتقي الوظيفة العمومية مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وهذا للتطرق لأهم المطالب التي رفعتها النقابة، إن كشفت مصادر مقربة أن أهم مطلب رفعته هذه الأخيرة قد استجابت له الوظيفة العمومية، فيما من المنتظر أن يعقد اللقاء مع نقابتي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني سنابست في وقت لاحق. في الشأن التربوي، دائما يدرس أطفال في عمر الزهور داخل أقسام أشبه بغرف تبريد بمدرسة بوراس بعمار بقرية رأس الماء ببلدية عزابة بسكيكدا لإنعدام التدفئة بالحجرات التي تآكلت أسقفها وجدرانها، لكن الأدهى والأمر والذي أجج سخط أولياء تلاميذ هذه المدرسة هو تناول أبنائهم لوجبات باردة في عز الشتاء. الزميل محمد حمادة زار المدرسة وأعد التقرير التالي. يعاني مئات التلاميذ بمدرسة بوراس عمار بقرية رأس الماء ببلدية عزابة في ولاية سكيكدا من انعدام شروط التمدرس بهذه المدرسة التي تآكلت كتامات أقسامها المهترئة أصلا، بالإضافة إلى حالة ساحتها التي امتلأت بالمياه العادمة. وما زاد الطين بلة وأغضب أولياء هؤلاء التلاميذ هو تقديم وجبات باردة لأبنائهم الذين يدرسون داخل أقسام أشبه بغرف تبريد بسبب انعدام التدفئة، وضعية أجبرت سكان القرية على مناشدة والي الولاية الذي زارهم مؤخرا إلى دخول المدرسة في زيارة فجائية. يقول كنت تروح ليها كارثة، شي يحصل الصغير يدخل فيهم يحصل باش يدخل يحصل ما يديروا لهم كرافي تشوفنا ما كان حد شي يخدم واحد يمدوا لهم ربا فروا. والي الولاية الذي لبى نداء السكان تفاجأ لما وجد عليه المدرسة وما يقدم للمتمدرسين بها قبل أن يأمر بتغيير الوضع على الفور. هناك يأكل وجبة سخونة واللي صدق عليها يحبس تفتح المطعم ويأكلوا لها، هذا مكونش أولادكم يأكلوا لها هناك ويفتحوا المطعم. يحدث كل هذا رغم أن الدولة ترصد كل سنة أموالا طائلة لأجل التكفل الأمثل بالمتمدرسين، لكن وفي ظل عدم قيام الجهات الوصية بواجبها جعل تلاميذ 64 مدرسة يتناولون وجبات باردة في عز الشتاء بولاية سكيكدا.
الازدحام المروري في طرقات الجزائر أصبح مصدر إزعاج حقيقي، وأصبحت معه السياق معاناة حقيقية، وذلك ليس فقط في أوقات الذروة وإنما طيلة اليوم. نسيم الوفي، وليلى داود. بهذه الصورة يبدأ المواطن الجزائري يومه، هو مشهد يتكرر طيلة اليوم وطيلة أيام الأسبوع، حيث بات الازدحام المروري هاجس وعائق يقف في وجه المواطنين يوميا. مشكل تاع لومبوتياج هذا مشكل كاع الجزائريين، رانا نعانيو فيه كل صباح، كل ما نوضو صباح نصيبو سيركيولاسيون كيسوسوا باش نروحو الخدمة، واحد يروح يخدم، واحد يروح يقرا، واحد يروح يداوي، واحد يروح يصيب هذا المشكل تاع لومبوتياج، تضرب زوج ثلاث سوايع في الطريق باش تلحق الخدمة. الجمعة الصباح تلقى الطريق مغلوقة، ما كاينش وين تروح، الدنيا مغلوقة كاع ما تمشيش كاع، ما عندك ما دير. التنقل في الجزائر دراما لا تنتهي، فالشوارع لم تعد قادرة على استيعاب العدد الهائل من السيارات وكذا قلة الحظائر. تيميزي الحل هو يكثروا من وسائل النقل العمومية، يلقاو حل طوموبيلات هادو ستاسيونيوهم، يديروا طرقان جدد، ما على باليش، هما السلطات المعنية هما اللي عندهم الحل هذايا اللي ينقص من الضغط تاع الطرقات هادو. دي باركينغ حنا في بلادنا ما كاش. تهبط الاجيسون وين تقاري ما تلقاش وين تقاري، لازم يبنيو دي باركينغ دي زيتاج يكفيو علاش كاين طوموبيلات في بلادنا. في الجي برك هاني يقول لك كاين قلت ملايين طوموبيلات يترولي، وين حبيتي يروحوا كامل؟ لازم يحبسوا هاد لي كونسيسيونير هادوما، ويحبسوا هاد لي فيكول تاع لاشين هادوما، هما اللي كثروا من هاد لوكومبرومو. فتح الطرق المغلقة وتشجيع النقل الجماعي هي أهم الحلول للتخلص من مشكلة الاختناق المروري في الجزائر. ومن بين أسباب الازدحام المروري نقص ثقافة الاستعانة بوسائل النقل العمومية وتفضيل استعمال السيارات الخاصة، ما حتم على وزارة النقل اللجوء إلى خيار توفير النقل العمومي مجانا أيام العطل والمناسبات. المزيد في سياق تقرير أمل زعبوب وسمية سماش. زحمة طرقات السير وكثرة السيارات أكثر المشكلات التي تؤرق أغلب المواطنين، حيث يفضل الكثير التنقل بسياراتهم الخاصة بدل الاستعانة بوسائل النقل العمومي الحضري والشبه الحضري. وقصد توعية المواطن وتحفيزه على استعمال النقل العمومي، تعمل وزارة النقل على جعل هذه الخدمات مجانية أيام العطل الأسبوعية. تدفق كبير جدا للمركبات الحظيرة يوميا، وهذا التدفق للأسف أن يمشي وفق يعني نقل فردي، الركوب من غير يعني الدفع أحيانا، حتى نوجه ونحسن ويعني نحفز المواطنين باش ياخذوا النقل الجماعي ويتخلاوا عن النقل الفردي. خدمات النقل العمومي مجانا أيام العطل لحل مشكل الازدحام في الطرقات يرى فيها العديد من المواطنين خطوة إيجابية، خاصة في حال توفير عدد أكبر من وسائل النقل في العطل. واش نوصي الشعب في يوم العطل يخليوا السيارة ديالهم في المنازل ويروحوا في البيس باش يخفوا شويه على السيركلاسيو، مي باش نخليو لازم تكون وسائل النقل متوفره في كل الاتجاهات. مجانيه النقل العمومي في ايام العطل الاسبوعيه مبادره تستحق الاستحسان، من شانها القضاء نسبيا على ظاهره الازدحام، خاصه اذا ما تم الاهتمام بتطوير خطوط النقل والانقاص من الاكتظاظ داخل الحافلات، وهو ما سيشجع اكثر على استعمال النقل العمومي. تمكنت أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالغزوات من إحباط محاولة تهريب أزيد من 10 قناطير من الكيف المعالج كانت موزعة داخل 40 حقيبة. العملية تمت على إثر تلقي مكالمة هاتفية من أحد المواطنين مفادها وجود رباعية الدفع من نوع مرسيدس مشبوهة بالطريق القديم بمنطقة الخريبة، ليقوم أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك على إثر ذلك بتمشيط المنطقة والعثور على السيارة المشبوهة التي ترجل راكبوها ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة. فاطمة زهراء جوال والتفاصيل. وجود مجموعة من الأشخاص مشبوهين يقومون بتحركات مريبة، بعدها مباشرة قمنا بتحريات عميقة ووضع خطة محكمة، وبالفعل تمكنت مصالحنا من إحباط محاولة إدخال
كمية هائلة من المخدرات إلى التراب الوطني قدرت بعشرة قناطير ونصف، وبلغت قيمتها في السوق الداخلية بأربع ملايير ومئتين مليون سنتيم. إلى الشأن الاجتماعي، حيث تعيش عائلة الخضاري القاطنة بخميس الخشنة حالة مزرية من فقر وإهمال من طرف المصالح المسؤولة، في ظل تواجد أربعة أولاد معاقين ذهنيا وأب لا حول له ولا قوة بعد وفاة زوجته. ورقة في الموضوع مع زهيدة ثابت. صدق أو لا تصدق، هذه عائلة جزائرية تعيش في خميس الخشنة في الجزائر الحرة. أب لا يعمل، يعيش في بيت أجره من أحد المغتربين مع أولاده الأربعة المعاقين ذهنيا بعدما توفيت زوجته المعاقة هي كذلك، وهذا منذ ثلاثة أيام. واش نقول لك في المعيشة اللي راني معيش فيها، راك تشوفي فيها، شوفي ثلاثة تروازون دي كابي شوي ريتريتي افيك 1500 دينار بار موا شاري باوزا تو فات لي المراه الله يرحمها. سبيطار غنجري وانا جايب هاد الموان دي ترونسبور باش نديهم ولا كذا، وهاك تشوفي وراني نسكن وين كذا، دي سونتر ما قبلهمش دي سونتر. واش نطلب معاونه اولا باش نداوي الدراري هادوما، وثانيا يسهلون الامور في المعيشه. في ديار الناس. الحالة التي تعيش فيها عائلة الخضاري بحي ذراع الأبيض لا تليق ببلد مثل الجزائر. أولاده يموتون من الجوع والمرض ولا يستطيعون حتى التنقل إلى المستشفى أو العلاج نظرا لحالتهم الصعبة جدا والتي تمنعهم من الخروج. وجعني راسي وجعني هنايا في يدي قوم في يدي مدي شطبي قاعدش من خلي أختك لا عشي طبيب هذا شو مش يدينا من الطبيب؟ عندي يديهم مكسرين، كل مكسر يدينا ببرس بيطا يدينا بلاط. أين هي كرامة الجزائري التي ضحى من أجلها أكثر من مليون ونصف مليون جزائري؟ هل ستتحرك ضمائر المسؤولين هذه المرة أمام هذه الوضعية لعائلة جزائرية تعيش في بلد أنعم الله عليه بكل الثروات الطبيعية الباطنة؟ تعرف مهنة التحديث وعصرنة الحلي التقليدي إهمالا كبيرا في الأونة الأخيرة بحكم ما تتطلبه من وقت كبير لإنجاز أو نقش قطعة بسيطة، لذا يلجأ أغلب الحرفيين للآلات الحديثة الدخيلة على الصناعات التقليدية. المزيد في تقرير محمد شوقي علاك وأحمد محمودي. تحديث الحلي التقليدي وعصرنته من الحرف التي اندثرت في الجزائر بحكم ما تتطلبه من خبرة كبيرة وإتقان لا متناهي. عبلة واحدة من الحرفيين المحافظين على عراقة وأصول هذه الحرفة. Voilà, je fais la modernisation des bijoux. C'est-à-dire que je rajoute parce que Tamanrasset elle est connue avec les gisements de malachite, de l'agate, c'est des grands gisements. Donc de mélanger toutes ces pierres mi-précieuses avec de l'argent, moi je trouve que c'est vrai que je suis pas connaisseuse mais bon à la limite moi je trouve un bon mélange avec l'école algéro-brésilienne qui existe à Tamanrasset. On va inchallah je suis parmi eux, on va faire inchallah le taillement des pierres, c'est-à-dire que je pourrais faire en carré, en rond. Maintenant je suis condamnée, il y a que la forme, c'est-à-dire que je suis obligée de suivre la forme de la pierre. تتفنن عبلة في بصم رسومات ونقوش على الخواتم والخلاخيل والحلقات بإتقان وجمال أخاذ، منها ما هو مرتبط بالطبيعة الصحراوية وجمالها، ومنها ما يرمز إلى بعض العادات والتقاليد لدى الإنسان الترقي. Oui, moi je dessine mes modèles et je fais. Maintenant, parce qu'avant j'étais commerçante et à force de travailler dans les bijoux, je suis tombée amoureuse de tout ce mélange. C'est-à-dire que je suis obligée aussi de faire mes bébés à moi, de ne pas compter sur les autres. Mais ça n'empêche pas que j'ai des gens qui travaillent avec moi à l'atelier. J'ai un petit atelier. Moi, mon projet, c'est le nom. C'est pas ni de l'argent ni rien du tout, parce que c'est vrai, l'argent ça compte, mais quand on est connu partout, quand quelqu'un de Paris vous appelle pour prendre un bijou, quelqu'un d'Alger, quelqu'un de Skikdad, quelqu'un de Tizi Ouzou, quelqu'un de Francfort, quelqu'un de moi, c'est ça mon plaisir. توصيل هذه المهنة إلى العالمية وتصدير الحلي التقليدي نحو مختلف أنحاء العالم للتعريف بثقافتنا وأصولنا البربرية هي من أهداف عبلة من خلال مشاركتها في محافل دولية عدة والمحافظة عليها. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حصاد ظاهرة اليوم، إلى اللقاء.